السلام عليكم وأهلا بكم في قناتكم من جديد. أثنى تاتا مارتينو مدرب المنتخب المكسيكي كثيرا بدهاء الناخب الوطني جمال بالماضي، بالإضافة للروح القتالية للاعبي الخضر في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين يوم أمس. وصرح تاتا مارتينو قائلا: المواجهة لم تكن ودية بل كانت شبه رسمية، عكس مباراتنا الودية ضد هولندا. المنتخب الجزائري لعب بخطة رائعة. وتابع حديثه قائلا: لقد أعجبت كثيرا بالمنتخب الجزائري، كما أن مدربهم جمال بالماضي أدهشني بالتكتيك العالي، رغم أنه أكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط. ليختتم حديثه قائلا: أنا لم أستغرب كيف فازوا بكأس أمم إفريقيا. ما أعجبني في هذه المقابلة الحرارة العالية للمنتخبين، وكأننا في نهائي كأس العالم. تعلمنا الكثير من المقابلة واستفدنا منها أكثر من مقابلتنا ضد المنتخب الهولندي، رغم أننا فزنا عليهم. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع. لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.